مش عاوز هدوم من ايمن ده، انا عاوز هدوم جديده ليا. ما تبص بقى يا واد انت، الواد ده نفر، انا مش عارفه طالع لمين. عنده حق يا اصيله، الولد ما غلطش، من حقه تجيله هدوم جديده. ما هو العيد جاي يا بابا، وحضرتك بتجيب لنا فيه هدوم جديده. خد يا سوسه، خدش، خد يا حبيبتي دول عشانك. جميل قوي يا ماما. وانت يا حبيبي بنطلون وجاكيت اهو عشانك. شكرا يا ماما. وانت يا احمد خد يا حبيبي. الله حلو قوي يا ماما، ربنا يخليكي لي. انا بكره اروح عند حماتي اضيق لكم الهدوم هناك على المكنه، لو ما كانش كده هديهم للص سيد يعملهم مقاساتكم. الساعه بقت 1:30، ان شاء الله بتاع مدارس. يلا تصبحوا على خير. سنة. تصبحوا على خير يا حبيبي. يلا روح. ما شاء الله يا سيدي. يلا انت الاول. انا خايف على الواد عمر ده قوي. الواد ده عنده كرامه عاليه قوي يا اصيله. المساله مش مساله كرامه، ده عينه فارغه وعنده عدم رضا. بقول لك ايه بالحق، خد الفلوس اهي. اعمل بيهم ايه بس يا اصيله؟ خليهم معاكي، سددي الجمعيه وادفعي قسط التلفزيون. سبحان الله، كنت عمال احسبها شمال احسبها يمين، اهو ربنا فرجها من عنده، ربنا يكرمك. كنت عايز اقول لك حاجه بس، الست نوها يعني كان من زمان قوي كده كلمتني وقالت لي ان اروح اساعدها يوم في الاسبوع، وانا قلت لها لا، بس قلت يعني الايام دي اروح يعني. عشان ايه؟ عشان تساعديني في المصاريف يا اصيله؟ مش قصدي يعني. اوعى تكوني فاكره يا اصيله ان انا كنت مبسوط وانت عندهم هناك. لا، ده كان على عيني. انا لولا غلاوه الاستاذ حسام والست نهى ما كنتش وديتك هناك ابدا. انا الود ود يا اصيله. اجيب لك واحده تخدمك. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه؟ يا حبيبي ربنا يخليك ليا وولادي، ما تحرم منك ابدا. ده انا جوه عشان انتوا تشبعوا يا اصيله. اتعب وش عشان انتوا ترتاحوا. ويا ست لما بقى اقصر بيقول اروح اشتغل ولا لازم منه. والنبي ما تزعل مني ولا تاخد على خاطرك، انا قلت لها لا، لولا بس ال 200 والقرشين دول اللي زغلوله عينيا. لا يا حبيبتي، مفيش حاجه هتزغلل عينيكي بعد النهارده. اصيله انت وجودك معانا في البيت ليل نهار اغلى عندي من كل كنوز الدنيا. صح يا ابو خالد، من قلبك الكلام ده؟ صحيح يا ابو خالد، من جوه 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 قلبي. يسلم لي قلبك يا ابو خالد. انت رايح فين؟ هروح يا ست اشوف سي عمر. ربنا يخليك ويديك الصحه ويكرمك وما نتحرم منك ابدا يا رب يا قادر يا كريم. الجميل عمر زعلان ليه؟ مش عاوز البس هدوم حد، انا عاوز هدوم جديده تبقى بتاعتي انا. حاضر يا سيدي، بس كده؟ صحيح؟ امتى؟ قريب قوي ان شاء الله. امتى يعني؟ لما ربنا يفرجها. هو انا اقدر اتاخر على ابن حبيبي في اي حاجه يطلبها مني؟ خلاص طب ترجعوا له هدوم. لا 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 يا عمر يا حبيبي، ما ينفعش، عيب. لا لازم يعرف اني مش هلبسها، وبعدين عيب ليه؟ انا اقول لك يا سيدي عيب ليه؟ افرض يا عم عمر حد ادانا هديه، وافرض وافرض يعني ان الهديه دي ما عجبتناش، المفروض ما نبينلوش ان الهديه مش عجبانا، انما نقول له ايه؟ نقول له متشكرين، كتر الف خيرك وخلاص. ونعمل ايه بالهديه؟ الهديه يا سيدي تروح لاصحاب نصيبها. اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي محتاجينها اكتر مننا. يعني نوزعها على الغلابه؟ يا عمر يا حبيبي كلنا غلابه. خلاص انا عاوزك ترجعها له وتقول له عمر مش عاوز منك حاجه، وانه ما يبعتليش اي حاجه من ريحته، ممكن؟ ليه يا عمر يا حبيبي؟ ده ايمن طيب وبيحبك. ما بحبوش يا عالم، ما بحبوش، انا حر.
بينام حالا. على فكره بقى انت بتدلعيه، ايمن كبر على انه ما يعرفش ينام الا وانت قاعده جنبه، وده غلط. ليه بقى يا حسام؟ ان انت عارف انا ماليش غير ايمن، انت ما تصورش انا بحبه قد ايه. كل الامهات بيحبوا ولادهم، بس ما فيش واحده بتعمل زيك. بس انا حاله خاصه، انت ناسي انا عشت سنين طويله وانا بتعذب عشان محرومه من الخلفه. كل الدكاتره قعدوا يقولوا لي مش ممكن هيبقى في حمل، وربنا اكرمنا وجاب لنا ايمن غصب عن الدكاتره انهم نعمل معاه كده. ارتباطك بيه ده على فكره وحش عليه قوي. ليه بقى؟ لانه هيطلع ابن امه، هيعتمد عليكي، مش هيقدر يتصرف في الدنيا دي لما يكبر من غير مشورتك. يعني هتبص تلاقيه كده طالب في الجامعه بسم الله ما شاء الله، ما يعرفش يذاكر الا وانت قاعده جنبه، مش هيعرف ينام الا لما تحكي له حدوته قبل النوم. طب يا ريت. يا ريت انت بتضحكي. ايه امال عايزني اعيط؟ لا انا مش عايزك تعيطي، بس ان شاء الله كده لما ايمن يكبر ويتجوز مراته هي اللي هتخليكي تعيطي، لانها هتدعي عليكي ليل نهار. اخص عليك يا حسام، ليه بتقول كده؟ لان مفيش زوجه في الدنيا تقدر تعمل اللي بتعمله الام، وهو هيطلب منها اللي انت عودتي عليه. خلاص يبقى انا اعمل له كل حاجه، اكل واشربه. استني استني استني، تاكليه وتشربيه ايه؟ انت متصوره ان انت ولا انا هنعيش له العمر كله؟ انت غريبه قوي. انت تعرفي انا بفكر فيه ان شاء الله لما ايمن يكبر شويه. ايه؟ اخده معايا الشركه وابتدي بقى اعلمه الشغل بدري بدري. لا 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 يا استاذ، لا نهى، المواضيع اللي زي دي انت ما تقوليش فيها لا لا ولا اه. انت كفايه عليك البيت يا حبيبتي، تكوين ايمن بره البيت ده مسؤوليتي انا. لا يا حسام، انا ما رضاش تاخد ابني عشان تبهدله معاك في شغلك. هو ابنك انت لوحدك؟ ايوه، بس الولد يعني مش متعود على البهدله. وانا شغلي فيه بهدله برضه. مش هيروح. لا هيروح. لا مش هيروح. طب وانا بقول لك هيروح. وانا بقول لك مش هيروح. انت عارفه ان انا عندي، ولما اقول هيروح يبقى هيروح. انا اعند منك. لا لا اسمع انت، انا بقول لك مش هيروح يعني مش هيروح. تعرفي ان احنا الاثنين مجانين؟ ليه؟ بنتخانق ايمن يروح الشغل ولا لا، هو لسه ما خدش الابتدائيه. تخيل. بس برضه مش هيروح. وانا بيتهيألي كده ان المشروع ده هيحتاج على الاقل 3/4 مليون من كل واحد. ده اقل مبلغ احسن بيه. انا بقترح ان دي تكون البدايه. وانا موافق الاستاذ حسام على رايه. وتفتكر البوتيك اللي هتفتحيه في الحي ده هيشتغل كويس؟ احنا عملنا دراسه على الموقع والنتيجه كانت هايله. طب ايه رايكم بقى لو وسعنا المشروع وعملنا سنتر كبير قوي ونشترك فيه كلنا؟ يا ريت، انا ما عنديش مانع. وانا معاك يا مدام نو. خلاص يبقى اتفقنا. عن اسمك. اهلا وسهلا. الاكل كله جاهز والحلو وكل حاجه. طب الحمد لله الحمد لله. وبعدين ما تنسوش يا جماعة ان المشروع ده هيفيد الدولة بشكل فعال، يعني المفروض ان احنا كلنا هنبقى ايد واحدة. وده مكسبه كام في المية دينا؟ ما اعتقدش هيبقى اقل من 20-25%. وده ده عايز دراسة جدوى. انا عملت دراسة جدوى. اتفضلوا يا جماعة، العشاء جاهز. اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضلوا.